اختفاء الأدوية، الأدوية اللي بتختفي معناها إن في مرضى ممكن يموتوا، المريض تاني لا ينتظر، ما عندوش رفاهية الانتظار، وبنهتم بيها كل يوم، بنجيب لكم نوعية من الأدوية مختفية، مش علشان نتحدث فقط عن اختفاء أدوية، علشان نجد حلا، لأن في مرضى يستغيثون. الأدوية اللي هتشوفوها دي بتاعة المخ والشلل الرعاش والأعصاب، وأدوية في غاية الأهمية وملهاش بدائل. هل نسيب الناس تموت ببطء بهذا الشكل؟ سؤال أتمنى إن كل المعنيين بهذه القضية يقولوا لا، تعالوا نوفر هذه الأدوية للمرضى. تتوالى أزمات قطاع الدواء في مصر يوما بعد يوم، فقد شهدت سوق الأدوية أزمة حادة تتمثل في اختفاء أدوية المخ والأعصاب والشلل الرعاش في كل من الصيدليات والمستشفيات العامة. مرض الشلل الرعاش ده مرض بيجي نتيجة نقص بعض المواد الكيميائية في المخ زي مادة الدوبامين، وعن طريق ان احنا لازم بنعوض المادة دي علشان تبتدي ان الشخص نفسه يبتدي يرجع لحياته الطبيعية تاني ويمارس حياته بشكل طبيعي. مشكلة نقص الأدوية الخاصة بشلل الرعاش زيها زي سلسلة من المشاكل الدوائية اللي بتحصل في مصر. شركة غير مصرية او مصرية بتتعملق وبتكبر، بتسيطر على السوق، تحتكر الصنف دون رقابة أو مراقبة أو متابعة من وزارة الصحة ودون خطة بديلة. في نقص موجود، وسمعنا اليومين اللي فاتوا إن الدواء هيبتدي يرجع تاني، بس إن هو يرجع بنفس الكمية اللي موجودة والتوفير اللي موجود في السوق ده مش موجود. الدواء الشلل الرعاش كان فيه دواء معروف وأساسي بتصنعه شركة النصر، وهي شركة كيماويات في الأصل، يعني قادرة على تصنيع الكيميكالز أو الرو ماتيريالز أو المادة الفعالة اللي بتخش في الدواء. اختفى منتج شركة النصر، بدأ يظهر شركة دواء سيناميت اللي هو تابع لشركة عالمية، بدأ يحتكر السوق، يسيطر على السوق، وله بدائل زي الليفوكار. اختفى الليفوكار، وإذا لم يبقى في السوق إلا السيناميت. البيشنت اللي عندهم الشلل الرعاش بيعانوا، يعني بيجونا تقريبا يوميا يعني، وناقص، فمش عارفين نوفره يعني. للاسف الشديد بيجي على حساب المريض، انه سيظل المريض يعاني من اعراض الشلل الرعاش، وزي ما قلت لحضرتك اللي بتصل احيانا من انه مش قادر يمسك كوبايه الميه عشان يشرب. ابني عنده مشاكل في المخ والاعصاب، والمشكله في نقص العلاج وارتفاع اسعار العلاج. ارتفاع بقى نجي ناخد نوع من العلاج بمبلغ نجي نلقى زاد طقطقين ثلاثة في اليوم اللي بعديه. فيه نقص أدوية في مرض الرعاش ومرض المخ والأعصاب، وبنسأل عليه حتى في المستشفيات الحكومة مش لاقيينه، يعني حتى في مستشفيات الحكومة بنسأل عليه مش لاقيينه، أو يقول استنى الأسبوع ده والأسبوع الجاي والكلام ده، ما احناش لاقيينه خالص من زمان، من مدة يعني. بندور على علاج مرض الرعاش وزاد، وعلاج مخ وأعصاب، زاد كهرباء على المخ، ومش لقينا العلاج في المستشفيات الحكومه ولا لقينه في بره في القطاع الخاص وكده. اللي هو النفر التعبان اللي هو مرض نفسي دي ما لقيش العلاج بتاعه، هيعمل ايه؟ هيموت نفسه ولا ما قداموش الا الموت؟ ما لقيش العلاج هينتحر ولا يعمل نفسه حاجه؟ فين مصانع الحكومه اللي عمرها 60 و70 سنه؟ فين مصانع الحكومه من سنه 39؟ راحت فين ومصلحه مين؟ قضايا ما فيش فيها احتمالات، وقضايا ما فيش فيها كمان إلقاء الكرة في ملعب الغير ولا تنصل من المسؤولية. اختفاء الأدوية وأدوية بعينها لأمراض في منتهى الخطورة بهذا الشكل، تعالوا يا جماعة نشوف إزاي كيف يمكن أن نحل هذه المشاكل. كل يوم بنجيب لكم نوعية من الأدوية المختفية من الأسوأ. إلا آلام المرضى، كل القضايا والله قابلة للنقاش، وقابلة لأن الناس تقولك والله أنا هتحمل الغلاء وارتفاع الأسعار، وهتحمل الانهيار في التعليم، وهتحمل كل حاجة،
إنما الألم كيف يمكن أن يتحمله يعني؟